انا 2013 خرج القرار على الوالده، انا تمشي للقيادات يقولوا لي سيري حتى الغدا سيري حتى لبعدو. من 2013 ولد خويا دي لي الارض ديال امي، هو تيعيش في المانيا تيحرط تيكري ساكن في الدار، تنطلع للقيادات يقولوا لي سيري حتى الغدا سيري حتى لبعدو. درت المحامي، المحامي دفع ليا حط، دابا القايد ما تيجاوبنيش. انا لا ينصر سيدنا، انا راه باغي حقي ديال الوالده، انا تنطلب من الجماعه تجاوبني واش هي، واش عندي الحق ولا ما عنديش. انا باغي نعرف واش هاد ولد خويا سولالي، واش هو تيحرج وتيكري وعايش في المانيا دابا راه هنا. قالوا لي نجاوبك ما جاوبونيش، انا باغي نسمع اي جواب من عند القايد، واش تنسال ولا ما تنساش. ما بقاش انا من الرباط جايه غاده جايه غاده جايه، راه عييت مركوب والطريق وعندي الدراري خدام عليهم. انا تنطلب من الله يسمع كل شيء، هاد الهضره ويشوفوا القرار واش تنسال ولا لا. الله ينصر سيدنا، عطانا الحق في البلاد السلاليه، باقي ما شدينا والو. شدينا بلاصه هذه حنا في الدخيسه ولاد عبد الله بنروحو. القايد دابا شنو قال لك؟ القايد تيقول لي سيري تنجاوبك سيري تنجاوبك، باقي ما جاوبنيش. السيده هو جا 3 سنين ما جا، دابا اليوم 16 يوم ملي جا، قال لي تيجي ونجاوبك، هو ما جابني والو. ها هو السيد جا هو غادي يمشي. هاد القطعه شحال فيها؟ انا ما عارفاش هو كان تيبيع، انا بغيت نعرف فيه شحال عندي الارض، اش باقي فيها، واش باع، واش باقي، ما عارفه حتى حاجه. انا تنعيش في الرباط في عين عوده، عندي الوليدات خدامه عليهم. انا دابا بغيت غير نعرف واش انا تنسال ولا لا، بغيت غير القايد يجاوبني. راه عندي محامي باقي ما جاوبناش. انا تنطلب من الله الجماعه والقياده والمسؤولين يوقفوا معايا ويجاوبوني واش تنسال ولا لا، هادشي اللي بغيت نعرف. الله يجازيكم بخير والله يرحم الوالدين. دابا انا تنوجب هادشي للاداره. دابا هاد ولد خو ولد اختي دابا 15 يوم اللي جا من المان، دابا تيصلح في الدار، وحنا وانا دايره تعرض ودايره المحامي ودايره وتمشي للقياده، وانا بغيت غير نعرف هاد ولد اختي تيجي يصلح الدار، وانا خصني غير نعرف ما عنده لا ورقه لا والو. تمشي للقياده ودار تعرض، ما هي مره ما هي جوج، ودابا 15 يوم وهو انا اليوم 16 يوم، وهو دابا راه داير الخدامه تيصلح. تمشي للقياده تنقول لهم السيد تيصلح، تيقول لك راه ما تيصلحش، هو السيد راه تيصلح. دابا انا غير بغيت نعرف هذا السيد علاش تيصلح الدار، وخصنا غير تنشوفوا المخزن بعدا يخرج ياخذنا غير حقنا، وخصو توقف. ما عندوش الحق، ما عندو، هذيك راه دار مي وداك راه ولد اختي، مو راه باقي حي، مو عندها الحق كي بحالي بحالها، تاخذ حقها بحالي بحالها. هذا ولد اختي اش من حق، تيحرت وتي دابا راه تيصلح الدار، دابا راه دابا ديال تيصلح، راه الخدامه البارح مشينا ديال الخدامه، اش من حق. فينا بلاصه بالضبط؟ في ولاد عبد الله بنروحو في دخيسه، راه تمشي للقياده دايره تعرض، ما هي مره ما هي جوج، المحامي داير تعرض، ودابا ولد اختي راه 3 سنين ما جا هو جا، دابا راه تيصلح الدار. دابا انا تنطلب الله يشوفوا الناس هذا الشيء، خص هذا الشيء توقف، ما خصوش يصلح، ما خصوش يمشي للدار، ما خصوش يكري البلاد، وتيكري البلاد الناس شحال منهم وتيكري. دابا مشى عند الناس يقول لهم خاصكم تكريو، هي راه ما تتسالش، هذيك الورقه غير مزوره، وحنا القرار خرج من الرباط، ها الورقات الوصايه عندنا، ورا دينا القايد ما خلينا فين دينا والو، ما حتى حاجه ما باينه. الله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق وصافي. السلام عليكم، انا جمال غندور من جامعه دخيسه ولاد عبد الله بنروحو مكناس. عندي مشكل ديال الارض السلاليه، واحد ولد اختي شادنا وما باغيش يدير معنا الحل، ودابا تنطالب انا بالحق ديالي، وراني داير دعوه ورحنا المحامي ديالنا راه متبع الاجراءات، ودابا تنطالبوا غير بحقنا يخلي لنا الارض ديالنا. هو تيعيش في الخارج وشد لنا الارض ديالنا، حنا 10 د الخوت، حنا تنطالبوا غير بحقنا يخلي لنا حقنا ونبقاو معاه مزيانين. هادشي اللي كاين. شنو دابا قالوا لكم الناس ديال الدخيسه وداكشي، واش عنده حق فيها ولا ما عندوش؟ هو ما عندوش حق، هو ماشي سلالي، هو من ذوي الحقوق ولكن ماشي سلالي، ما كيسالش معنا فمنا، الام ديالو اللي كتسال معنا. ولكن كيفاش كيدوزها هو؟ هو دوزها، كان مربيه جدي وجلس في الدار وداكشي، و تيصحاب له راه الارض ديالو صافي، غير كبر تما راه الارض صافي غتبقى ديالو، ما فاهمش القانون.
آه. ما درتوش شي مفاوضات مع الام ديالو؟ درنا مفاوضات، قالت لك هي راه ديالو، شي هي تقول ديالو، فبالتالي قالت لك تبعوا القانون، واللي عطاه القانون شي حاجه يديها. درتوش شي شكايات؟ درنا شكايه للسلطات، درنا شكايه للعماله، درنا كل شيء. دابا راه مازال ما جاوبوناش القائد، مازال ما جاوبناش، قالنا غنرد عليكم فاش يجي. دابا راه هنا 15 يوم مازال ما جاوبناش. شنو دابا الرساله ديالك للمسؤولين؟ الرساله ديالي للمسؤولين تنقول لهم يطبقوا القانون ويديروا خدمتهم، واللي عنده شي حق يديه. هادشي اللي كاين، وشكرا.